واعترف قبل أسبوعين أعتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح دخل على الخط في وتكلم على الدراما التركية، وقال أنه دراما تركيا يشاهدها أكثر من تشاهد في أكثر من 100 دولة في العالم، ويشاهدها تقريبا 600 مشاهد، وعندها مداخيل 300 مليون دولار سنويا، والهدف الأتراك هذه السنة السنة القادمة أنهم يوصلوا إلى 600 مليون دولار مداخيل دراما من الخارج. والكثير من السياح في كل دول العالم يذهبون إلى تركيا، ودليلهم في ذلك هو المسلسلات التركية. فلماذا نحن في الجزائر لا نستغل هذا التنوع؟ مع أن الطبيعة الجزائرية والجمال الجزائري، الطبيعة الصحراء تتيح للدراما أن تكون وسيلة للترويج أيضا للسياحة وللآثار وللمعمار ولللباس ولل ولل وللأكل ولل